بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، الموضوع الأخير لهذه السنة التشكيل المثلثي. هذا التشكيل المثلثي كلها عبارة عن مثلثات. من يصير مثلثات تتسلط عليها القوة، تتوزع القوة على أجزاء معينة ونقدر نتحملها. أما إذا شلنا هذا راح يوقع، وهذا هم راح يوقع. شلنا هذا كذلك، لذلك التشكيل المثلثي ضروري هنا جدا. النقطة الثانية أنه هذني القوى، هذني الأجزاء الصغار ما تتحمل غير قوة محورية فقط، يعني ما يصير تسلط قوة عليها هنا لأن تسوي عزم وتسوي لنا مشكلة. بينما هاي القوة اللي هنا راح تجي هيجي، هذه القوة راح تجي هيجي، هذه القوة راح تجي، إذن تمشي ويا محور المنبر، هذا الجزء الصغير اللي موجود عندنا. نرجع ونقول الهدف مالتنا هو شنو، هو حساب هذول حتى نجيب لو شانل لو زوايا لو دبل شانل لو دبل انجل نخلي هنا. طبعا مو كلهم نفس الابعاد، هذا ما يشبه هذا، هذا ما يشبه هذا. ليش؟ لانه القوى راح تختلف مثل ما راح نشوف هسه بالحلول مالنا. عندنا طريقتين للحل. أول طريقة هي هذه الجوينت ميثود، نجي هنا ناخذ نقطع هذا ونطلع برا، هذا لازم يكون مستقر. إذن سيجما اف اكس وسيجما اف واي راح تحل لنا المشاكل مالتنا كلها. بعض الأحيان ما يريد يعني، بعدين بالجوينت نقدر نمشي هذا جوينت نحله، نجي على هذا الجوينت، بعدين نجي على هذا الجوينت، نجي على هذا الجوينت، ومن هنا نجي على هذا الجوينت ونكمل. هذه طريقتنا الأصلية. بعض الأحيان لا، يقول أريد أعرف هذا شنو بي شقد، أو بس هذا أريد، أو بس هذا، فنلجأ إلى طريقة السكشن. السكشن أنه تأخذ قطع وترمي الجزء الأيمن، يبقى لك مثلا الجزء الأسفل الأيسر، الجزء الأيسر لازم يكون متزن،
سيجما اف اكس سيجما اف واي تطلع هسه مثل ما راح نشوف بالمثال اللي عندنا هسه راح نحله. اذا طريقتين، طريقه الجوينت طريقه السكشن.